الأستاذ نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص بالعلاقات الدولية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، مساء النور على السادة المشاهدين. أهلا بسعادتك، ويعني في دور قراءة حضرتك لدور مصر المحوري في المنطقة، وربما يعني نتجاسر ونقول في العالم الحقيقة، بتشوف علاقة مصر بفرنسا وأهمية وجودها في هذا المؤتمر وما يمكن أن نحصل عليه من هذا المؤتمر بلقاءاته المتعددة اللي دايما بيحرص سيادة الرئيس على لقاءات الهامش بتكون قوية جدا وتؤدي لمخرجات طيبة. في الحقيقة أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات متميزة، ودائما ما كانت هناك شراكات فرنسية مصرية على عدة شعب. العلاقات المصرية الفرنسية دائما ما هي تكون للتنسيق وللتنمية وللتشاور. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار شارل دي جول مساء اليوم، وهذه الزيارة تأتي في إطار مشاركة مصر التي يمثلها الرئيس في القمة الفرنسية عن ليبيا. ولكن قبل هذه القمة ستكون هناك قمة مصرية فرنسية باللقاء غدا بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واضح يا فندم من أسبقية التوقيت إن في اتفاق على تنسيق كل التفاصيل قبل ما نخش الجلسة الدولية دي. فرنسا تدرك أهمية الدور الكبير الذي لعبته مصر والقيادة السياسية في الملف الليبي. أي. ولذا عقد القمة الفرنسية المصرية قبل القمة الفرنسية عن ليبيا له مؤشرات واضحة أن الرئيس الفرنسي يريد أن يتبادل الرؤى والآراء مع الرئيس المصري، وفي سبيل الوصول بنقطة إعادة الدولة في ليبيا. بالنسبة للموقف الفرنسي هو يتطابق بشكل كبير مع الموقف المصري في ليبيا من ضرورة خروج الميليشيات المسلحة، خروج المرتزقة، وقف تزويد الأسلحة لأي طرف سوى أو فقط للمؤسسة العسكرية الليبية الرسمية، أيضا توحيد المؤسسات العسكرية المختلفة في مؤسسة واحدة في ليبيا، وأيضا عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 من الشهر القادم ديسمبر. كل هذه النقاط تتطابق فيها الرؤية الفرنسية مع الرؤية المصرية، خاصة أن هناك مصالح ليبية مصالح فرنسية كبيرة في مصر وفي ليبيا، وباريس تؤمن أن القاهرة هي فوق الأمان لهذه المصالح. بشكرك جدا أستاذ نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، ونتمنى كل الخير والتوفيق لسيادة الرئيس والوفد المرافق له في باريس غدا، مش بس في القمة المصرية الفرنسية لكن في اللقاءات القمم الأخرى اللي هتعقد على هامش قمة دعم ليبيا بباريس للوصول لنتائج جديدة وقوية تدفع بالاستثمار والاقتصاد والعلاقات العسكرية في مصلحة مصر بإذن الله أكثر وأكثر.